تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم النهس الأخذ بمقدم الأسنان فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون سأل الله معافتي قال فيقول الناس ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم قال فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فقال فيقول آدم عليه السلام إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول نوح عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول له يا إبراهيم أنت رسول أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إبراهيم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى عليه السلام فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له يا موسى أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول موسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه اشفع لنا إلى ربك وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن أكمل لكم الحديث سأل الله أن يخفف عنا سأل الله تعالى أن يكون لنا هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي 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 تدرون من هؤلاء لا أقول لكم هؤلاء رسل الله بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل أولو العزم لا يقدر أحدهم أن يشفع مع أن نشوف نهاني آدم عليه السلام يقول نهاني عن الشجرة فعصيته هذه هي المعصية التي يذكر هذه هي فقط وتاب الله عليه ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها وغفر له معصيته تلك يخاف نوح عليه السلام
كم من السنين وهو يدعو إلى ربه؟ 1,050 عاماً. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه؟ إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه يعني. وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة ويخافون. يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه، فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج
من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله وتاب الله عليه. ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلى 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه يعني. وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نكذب 3 كذبات في الساعة ويخافون. يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم.